ولا تركن إلى الدنيا وأكثر من عطاياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من سلطة خضراء. تعودنا دايما الأسبوع بيمر، الحلقة بتاعتنا بتمر بصعوبة بسهولة قوي بسرعة، لأن زي ما قلنا وقت الأحباب يمر سريعا، لكن الأسبوع اللي بيمر من حلقة إلى حلقة لا يمر بنفس السرعة، ربما لأن الشوق للقاء حضراتكم بيحسس الواحد أن الفترة أطول، يمكن لأسباب كتير، لكن الحمد لله مر الأسبوع والتقينا النهاردة وحلقة جديدة من سلطة خضراء. فأهلا ومرحبا بحضراتكم، وسعيد جدا 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 أن ربنا قدر لينا لقاء مرة أخرى. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، إحنا في الحلقة دي والحلقة القادمة بنحتفل بمرور عام على البرنامج، والحقيقة جات لنا رسائل كتير قوي سواء على القناة أو على الفيس، هنعيش معاها النهاردة شوية ونشوف إحنا طلعنا بإيه من البرنامج خلال عام كامل، وإيه اللي إحنا إن شاء الله عايزين نحققه خلال العام المقبل بإذن الله. والحقيقة أنا فكرت إزاي حلقة النهاردة والحلقة اللي جاية إزاي نعملهم. فحلقة النهاردة أنا قررت إن أنا أكافئ فيها نفسي. أكافئ نفسي إزاي في هذه الحلقة؟ أكافئ نفسي بإن إحنا مش هنتكلم النهاردة، أقضي الحلقة كلها مع حضراتكم. إحنا هنفتح الحلقة ثم سننتقل مباشرة إلى طبق اليوم، هنقول الرسائل اللي جات لنا من خلال رسائل حضراتكم على SMS للقناة، وهنقول بعض الرسائل أو بعض الأسماء اللي جات لنا على الفيس، وهنعيش مع اتصالات حضراتكم من أول الحلقة. لو في مقترحات، لو في آراء، لو في حد خرج بموقف ما أو حكاية ما أو حكمة ما على مدار العام، ياريت نساعد بعض إن إحنا نتذكر أهم ما قلناه على مدار هذا العام، بحيث يمكن يبقى تغذية راجعة علينا ونأكد على المعلومات، والأهم من كده إن إحنا نحولها من مجرد كلمات قلناها على مدار العام لأفعال بالفعل نغير بيها وجه حياتنا كلنا. في نفس الوقت مش هنكتفي بس ان الاتصالات تكون للحديث عما حدث في العام الماضي او افضل ما خرجنا فيه في العام الماضي، كان في بعض الافكار طرحناها على مدار العام وبعدين وقفت واحنا ماشيين، هنحاول نسترجعها مع بعض. كان في فكره قلناها مره، قدوتي، قلنا يا جماعه كل واحد يقول لنا مين قدوته في الحياه وليه، نكرم بيها القدوات دي وفي نفس الوقت نستفيد منها. كان في دعوات قلنا في وقت من الاوقات لو كل واحد فينا نفسه يدعي لنفسه بدعوه يدعيها وإحنا نؤمن وراه لعل الله يستجيب. كان في ورود، لو أنت عايز تقدم وردة تقدمها لمين؟ من قرايبك، من أساتذتك، من أصدقائك، من أحبابك، تقدم الوردة بتاعتك دي لمين؟ تعالوا نسترجع مع بعض هذه الأفكار، وتعالوا اللي عايز يقول لنا النهاردة قدوته إلينا قدوته، اللي عايز يهدي وردة لحد يهديه الوردة، اللي عايز يدعي لنفسه بحاجة أو يدعي لحد يدعي، وكمان زي ما قلنا اللي عايز يقول لنا خرج بإيه في العام الماضي من برنامج سلطة خضراء، نفسه في ايه في العام القادم برنامج سلطة خضراء. كمان لو حد نفسه عنده مشكلة او عنده شيء يحب ياخد رأينا فيه ونتعاون مع بعض في الوصول لحل، كل شيء هتقولوه النهاردة احنا هنسعد بيه، احنا في انتظاره. مجرد سماع صوت حضراتكم يعني ربنا يعلم انه بيدخل السرور على القلب. كلمونا، احكوا معانا، وان شاء الله نخرج في النهاية من الدردشة الخفيفة اللي احنا هنعملها مع بعض دي بشيء مفيد وبتغيير شكل الحلقة، بدل ما معظم الحلقات بنتكلم تعالوا النهاردة نعيش مع بعض، وقولوا انتوا النهاردة، انصحونا انتوا النهاردة، انصحوا الجمهور النهاردة، وخلونا نعيش مع بعض حلقة ان شاء الله تكون حلقة مفيدة ولذيذة ان شاء الله. خلونا مع بعض نطلع فاصل ونرجع على طول نبدأ مباشرة نستقبل اتصالات حضراتكم وفقرتنا المهمة جدا اللي هنعيش معها الحلقة كلها النهاردة، طبق اليوم، فانتظرونا. أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا وأكثر من عطاياك. أهلا ومرحبا بكم وطبق اليوم، يلا بقى نعيش مع بعض النهاردة، نتكلم، نحكي، نقول أي حاجة نفسنا نقولها النهاردة ونعيش مع بعض إن شاء الله. لكن في البداية الحقيقة أنا كان عندي سؤالين وردوا لينا في الحلقة الماضية وما ردناش عليهم، فعشان بس ما نبقاش أهملنا أصحابهم نرد عليهم في البداية. كان جالنا سؤال من أحد المشاهدين عنده 30 سنة، بيقول إنه مثقل بالهموم، بيتحمل فوق طاقته، بيراعي مشاعر الناس وبيتعامل معهم برفق شديد، لكن ما بيلاقيش ده من الناس فبيصدم ومش قادر يغير طبعه. الحاجة ما احنا عايزين هنا في النقطة نفرق بين حاجتين، بين من يتعامل بضعف ومن يتعامل بود.
في واحد شخصيته ضعيفة، فما أساسه ما بيقدرش يواجه، ما بيقدرش ياخد حقه، ما بيقدرش يعبر عن رأيه، فيظهر أنه بيعامل الناس حلو والناس بيعاملوا وحش. الحقيقة يعذرني أنا بكلمش على صاحب الرسالة، إحنا بنحلل حالة عامة. الحقيقة إحنا بنقول له أنت مش بتعامل الناس حلو، أنت أساسا ما بتعاملش الناس، أنت خايف من الناس، خايف من ردود أفعال الناس، خايف من كلام الناس، ما عندكش جرأة، ما عندكش قوة شخصية، وعليه أنت بتتصرف بهذه الطريقة اللي هي في الأصل طريقة خطأ. فلابد في البداية نفصل، هل إحنا بنتعامل مع الناس بود ولا بضعف؟ إذا كنا نتعامل بضعف فلابد من علاج هذه المشكلة. مش هنتخانق ونعلي صوتنا، لكن نكون محددين، نكون حاسمين. هنستكمل نعمل إيه كمان، لكن بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخت بسمة الشرقية، أهلا بيكي. أهلا بيكي. بصراحة يعني أنا عندي مشكلة بس أنا مش ناوية أقولها النهاردة، يعني علشان خاطر النهاردة طبعا بتحبك تحتفلوا بمرور عام على البرنامج، وبصراحة احنا استفدنا منه كتير جدا وبنشكر حضرتك. ممكن تقول حضرتك أنا أستاذ حاجة، قولي برضو المشكلة، ما فيش مانع يعني، حضرتك قولي المشكلة وإن شاء الله نعيش معها برضو إن شاء الله. أنا أفضل أن أقولها على التليفون بتاع حضرتك. طب حضرتك رجع للكنترول هيدوك الرقم إن شاء الله. ماشي. شكرا ليك، ربنا يكرمك. فنرجع ونقول ان احنا واحنا بنتعامل مع الناس لابد ان احنا نفرق، هل احنا بنتعامل مع الناس بضعف ولا بنتعامل مع الناس بود؟ لو بنتعامل بضعف يبقى لابد اولا ان احنا نعالج هذا الضعف، نعالج هذا الضعف بان احنا نكون اكثر حسما، نعبر عن راينا باستمرار، ما نخافش من التعبير عن راينا، ما نخافش من المواجهه، لا نقبل الاهانه، كل دوت لا يمنع ان يكون بود ومحبه ورفق. دي رقم واحد. اما بقى لو احنا بنعامل الناس بحب وبود فلابد ان احنا برضو يعني مش عايز اقول ما نزودهاش قوي، لكن في نفس الوقت طالما بنتعامل بحب وود فلا تنتظر الرد من احد. في فرق بين شخص بيحب عشان يترد عليه وشخص هو من طبعه الحب. فالافضل ان تقدم العطاء، تقدم الود، تقدم الحب، وتثق ان هذا هيعود اليك، هيعود اليك صدقني. لكن اذا لم تجد ذلك من الناس فلا يمنعك ذلك من بذر بذور الموده والمحبه بين الناس. يبقى نعالج ضعفنا، نعبر عن راينا، ناخد حقوقنا، كل ده بود وبأدب، نعطي للناس الحب ولا ننتظر من الناس شيء، لأن زي ما بنقول دايما كل ينفق مما عنده. أنت عندك الحب والخير فهتعطي الناس حب وخير، اللي ما عندوش خلاص هو حر، لكن ثق أن الحب سيرتد إليك يوما. كان عندنا سؤال عن الامتحانات، وده الحقيقة سؤال متكرر قوي دلوقتي، سواء بيجينا على الفيس كتير أو بيجينا في الاتصالات. الخوف من قرب الامتحانات، النوم وعدم الاستيقاظ، الناس اللي جايبه مجموع كويس خايفه ما تحققش احلام اهلها. الحقيقه احنا عايزين نقف هنا مع اكتر من نقطه. هذه المرحله ليست مرحله الخوف، لان الخوف النهارده هيقتل، يعني قلنا قبل كده الخوف يقتل اكثر من الموت، لان الموت يقتلك مره واحده، اما الخوف فيقتلك كل يوم. مش وقت الخوف النهارده، خلاص احنا النهارده ده وقت حاجه واحده، التركيز وبذل اقصى جهد في هذه المرحله. فانسى خالص الخوف، انسى القلق، انسى التوتر، وركز في ان تفعل في الفتره المتبقيه دي، وهي ما بقتش كبيره، الفتره المتبقيه دي دوري فيها ان انا ابذل اقصى جهد عندي. لا انت محتاج تفكر في الناس اللي انت ممكن ما تحققش املهم، ولا انت محتاج تفكر في الخوف من الامتحان، ولا محتاج تفكر الامتحانات هتيجي سهله ولا صعبه. احنا محتاجين نفكر في حاجه واحده بس، ان احنا نبذل اقصى جهد لدينا. ننسى بقى كان في تقصير ما كانش فيه، احنا قدامنا شهرين، الشهرين دول والله يا جماعه يحصل فيهم كتير قوي 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 قوي، بس المهم في عزم، في ثقة، في إبعاد لكل الأفكار السلبية والسيئة، في عدم سرحان مع الناس، لو ما جبتش مجموع أصحابي هيقولوا إيه، أهلي هيقولوا إيه. كل ده على فكرة هروب يا جماعة، إحنا بنهرب من الفعل لأحلام اليقظة. أنا عمال أهرب من إن أنا أشتغل لأن أنا أتخيل، طب أنا مش هرضي أهلي، طب أهلي هيقولوا إيه، طب أصحابي هيقولوا إيه، طب مش عارف مين هيعمل إيه. كل ده ملوش لازمة، إحنا محتاجين نركز، نركز فيما بين أيدينا. يبقى محتاجين عزم، ثقة، خطة محددة، البعد عن الأفكار السلبية كلها، البعد عن أحلام اليقظة. إن شاء الله نعمل أقصى ما لدينا في هذين الشهرين وما نضيعش وقتنا في أي شيء غير في بذل الجهد. أما بالنسبة للنوم وعدم الاستيقاظ ده هروب، ما أنا لو أنا قاعد طول الوقت عمال أفكر بس في الأفكار السيئة أنا مش عايز أفكر، فالحل إن أنا نام، مش عايز أذاكر ومش عايز أشتغل فالحل إن أنا نام. لا، ده مش مطلوب مننا، المطلوب مننا إن إحنا هنصحى، أضبط منبه، أضبط اتنين، الأهم من كده إن أنا باخد قرار إن لحظة رن المنبه هي لحظة الاستيقاظ. قلنا قبل كده يا جماعه، او قالوا العلماء قبل كده، ان لحظه الاستيقاظ هي اول خطوه على طريق تقويه الاراده. انك انت تتعلم انك تستيقظ بمجرد ما المنبه يرن يبقى انت نجحت في اختبار الاراده. يا جماعه احنا محتاجين نتحرك، محتاجين نحط خطه محدده، محتاجين نبذل اقصى جهد، محتاجين يبقى عندنا امل وتفاؤل ان شاء الله نحقق اللي احنا عايزينه،
وبعد كده نشتغل ودع النتائج بقى لله، دع ردود افعال الناس لله. سيب ده مش وقته، عيش في دائره تحكمك. انا تحكمي في ايه؟ تحكمك لا في مشاعر الناس ولا اي حاجه غير انك تبذل قصارى جهدك. فجماعه نتعب شويه اليومين دول، نشتغل شويه اليومين دول، وان شاء الله هنجد الخير في النهايه باذن الله. طيب نيجي بقى للناس اللي بعتوا لنا رسائل. هنعرض طبعا اللي جه، طبعا الناس اللي هم يعني كلفوا نفسهم وبعتوا على القناه، هنعرض كل الرسائل بتاعتهم، وهنعرض هنحاول اللي جه على الفيس هنحاول نعرض بعضها او بعض الاسماء اللي فيها. وخلونا واحنا بنقدم الماده نطلع ببعض الدروس اللي خرجنا بيها على مدار العام. تحيه طيبه، يجعل الله ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. رجاء حلقات لزيادة الثقة بالنفس عن طريق نصائح عملية. رجاء عدم إهمال الرسالة، الحمد لله ما أهملناهاش. وتنفيذ الرجاء للأهمية، هننفذه إن شاء الله. وده كان من أختنا حنان. إن شاء الله طبعا هو موضوع الثقة بالنفس هنتكلم عنه، لكن نستقبل هذا الاتصال لأختي إيمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي. إزيك يا أشرف؟ الحمد لله. أنا سعيدة جدا والله، أنا ليها فترة يعني قصيرة بتابع البرنامج. ربنا يكرمك. شكرا خالص والله. انا عندي بصراحه دعوه وفي نفس الوقت عندي ثاني مشكله برضه. تفضل. الدعوه اتمنى ان انا يعني ربنا يرزقني بالذريه الصالحه ان شاء الله. اتفضلي. بقول لحضرتك اتمنى ان انا ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. اللهم امين. امين يا رب العالمين. اما المشكله اللي انا بواجهها، انا دايما كل ما بيجي عليا الليل بحس ان انا هموت. نعم. خوف شديد صراحه يعني يعني لدرجة إن ما بنامش. نعم. حضرتك معايا؟ حضرتك بالليل بتحس إنك هتموتي لدرجة بتبقى قلقانة وما بتعرفيش تنام. آه. ماشي، في حاجة تانية؟ شكرا. ربنا يكرمك، حاضر، رد على حضرتك. نستكمل الرسائل إن شاء الله وهنرد على الرسائل اللي بتجي لنا كلها بإذن الله. ان شاء الله اختنا حنان كانت بتطلب ان يبقى في حلقات عن الثقه بالنفس، ان شاء الله هيكون في حلقات عن الثقه بالنفس، ان شاء الله هتكون مهمه جدا وبرضه هتكون وصايا عمليه. سلطه خضراء، تعلمت ان لكل مشكله حل وانه لا ياس مع الحياه ولا حياه مع الياس. فيا جماعه الكلمات اللي بنقولها دي احنا عايزين نتذكرك ان احنا بنقولها بنسترجع مع بعض حاجات معاني مهمه جدا بالفعل ممكن تغير وجه حياتنا بالكامل. لكل مشكله حل، ان شاء الله فعلا لكل مشكله حل، يعني ربنا كريم ما بيدعش مشكله بلا حل، وحتى لو المشكله ما لهاش حل بنؤجر على الصبر عليها. يعني المشكله اللي ليها لو احنا فكرنا بهدوء وباتزان واستعنا بالله وكان عندنا اتزان انفعالي في التعامل مع المشكله، ان شاء الله المشكله بيبقى لها حل. ولو ما لهاش حل فالصبر عليها ليه اجر، فاما حل واما اجر. وانه لا ياس مع الحياه ولا حياه مع الياس. يجب علينا ان ننظر ونتمعن في اراء الاخرين حتى نتخذ القرار السليم. وده معنى مهم جدا يا جماعة، بالفعل ان احنا نستفيد من اراء الاخرين وتجارب الاخرين امر مهم جدا عشان نوصل للقرار السليم. لكن ده يشترط ان احنا ناخد بيه، ممكن ارائهم لا تناسبنا، كلامهم لا يناسبنا، لكن يكون ده بعد النظر وبعد التمعن. ودوت من فاطمة الزهراء. اكثر شيء خرجت به هو التفاؤل وعلو الهمة، شيماء محمد. دعوة للتفاؤل، العزم، تحمل المسؤولية، شعبان رزق الخطاط. والحقيقة هو قال لنا ثلاث معاني فعلا يا جماعة لو احنا مالينا قلوبنا بيهم ومالينا حياتنا بيهم شكل حياتنا هيتغير تماما. تفاؤل، عزم، تحمل مسؤولية. دائما يقولون المسؤولية ثمن العظمة. يعني لو عايز تكون إنسان ناجح ليك دور في الحياة، ليك فعالية في الحياة، ليك مكانة في الحياة، لابد أن تتحمل المسؤولية. تتحمل المسؤولية يعني تبقى عارف أنك مسؤول عن حياتك، مسؤول عن تحقيق أهدافك، لا تختلق أعذار، لا تتحجج بأي أمور، لا تقع عند الفشل، لا تقع عند الخطأ، تستطيع أن تقوم بعد أي فشل وأي خطأ. أنا بتحمل مسؤولية حياتي. معانا اتصال أم إبراهيم الإمارات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله، ربنا يكرمك. أشوف اليوم كأنك عامل جرد سنوي للبرنامج. نعم. إثبات ختامية مع الجمهور. نعم. والله المواد سلسلة البرنامج على امتداد الفترة يعني اللي حضرتك قدمت فيها، هاي مثل الشجرة المثمرة اللي بدأت تؤتي أكلها. يعني أنا كثير أسمع حتى هنا في الإمارات ناس يعلقون على البرنامج إنه برنامج يمس شغاف القلب، يعني بهاي اللفظ سمعتها من أختي هنا في الإمارات. وأنا تقييمي لهذا البرنامج إن هو برنامج واعد، لكن لو في تجديد إن أنتم تنزلوا
لتجف نبض الناس بمختلف يعني قدراتهم العلمية والعملية، المناطق العادية والمناطق اللي فيها ناس متعلمين. هاي الدراسة الميدانية فيها تطوير لملامح البرنامج. نعم. صحيح التعامل خلال الشاشة فيه فائدة، لكن المباشر فيه فائدة أكثر. نعم. وفي تجربة بتساعد على إثراء البرنامج. صحيح. من أفكار تكون حيوية من واقع الحدث. نعم. وأنا طبعا تمت إجراء عملية لي يوم الأسبوع من حوالي 3 أسابيع، والحمد لله رب العالمين لم تخلل بالنجاح. وحاليا بصدد إجراء عملية أخرى، وأنا سعيدة بهذا النعيم اللي أنا فيه، لأن المؤمن ابتلاءه في نفسه في صحته في أولاده، ومستشعرة إن الله سبحانه وتعالى يمحصني من ما ذنوب الدنيا ورفع درجات. وأنا سعيدة والله، أنا مبدع لهنا إن هذا صار. أبدا 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 الصبر، وهي درجة من درجات العبادة مع الله. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم آمين. ويكلل سعيكم بالنجاح والتوفيق. اللهم آمين. وتكون لبنة في تطوير وتقويم الشباب والمجتمع المسلم العربي في مصر وغير مصر. أسأل الله الأمن والأمان لمصر، وأن يحفظ شعبها مما هو فيه وسائر بلاد المسلمين. وما تنسونا من الدعاء، أنا بدعي لكم من ظهر قلب. ربنا يكرمك. وما تنسونا من صالح الدعاء. وحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. يعني الرسالة جميلة، وأنا هخلي تعليق الرسائل اللي هي بتيجي النهاردة كلها مع بعضها عشان أنهي الرسائل اللي وصلت لنا عن طريق الفيس، لكن كل الاتصالات دي هنعلق عليها إن شاء الله، وكل اتصالات الحاجين هنعلق عليها. لكن الحقيقة قبل يعني أنا هعلق، لكن الحقيقة يعني أنا سعيد بهذه الرسالة، وبوجه تحية لكل إخواننا في الإمارات. والإمارات يمكن الحقيقة من البلاد المحببة إلى قلوبنا جميعا كمصريين الحقيقة، فإحنا بنحيي إخواننا في الإمارات، وبشكر أختنا وكل أصدقائها هناك وكل معرفها هناك على هذه يعني المشاعر الطيبة، وربنا يكرمنا ونقدر نعمل ما هو أفضل إن شاء الله. معنا مروة من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. بعد إذن حضرتك، أنا طالبة في الثانوية العامة، وبس بتواجهني مشكلة إن أنا أكثر وقت بحب أذاكر فيه، أو الوقت بمعنى أصح اللي ببقى مندمجة فيه في المذاكرة، لما بيكون في حد قدامي بيبقى كأني بشرح له أو كده، فدي طبعا ما بيبقاش متوفر في كل الأوقات، فبالتالي بحس ببقى حاسة إن أنا أو بحسس نفسي إن أنا ما ينفعش أذاكر إلا كده، فببقى مقصرة أوي في المذاكرة. فنفسي حضرتك تقولي يعني إن أنا أعتمد على نفسي إزاي، إن أنا أذاكر لوحدي نفسي أقعد كده وأحس إن أنا ما باجي أذاكر الحاجة بتخش في دماغي زي ما حد بيبقى قدامي أو كده. حاضر. شكرا. عفوا، ربنا يكرمك. نستكمل إن شاء الله رسائل، وبرضه زي ما قلنا كل الاتصالات إن شاء الله هنرد عليها. فقلنا العزم، التفاؤل، العزم، تحمل المسؤولية. 3 صفات الحقيقة لو احنا يعني عشنا بيهم وفعلا تحملنا مسؤولية حياتنا وبطلنا اختلاق أعذار وحجج واحنا مسؤولين عن حياتنا، بالفعل شكل الحياة بتغير. تعلمت أن أكتب حسن صنيع الآخرين لي على الأحجار فلا أنسى حسن صنيع الآخر. يعني المعنى ده احنا قلناه في علاجات، أكتب حسن صنيع الآخرين لك على الأحجار وإساءتهم لك على الرمال. لأن الأحجار الحاجة بتفضل عليها ثابتة، أما الرمال فخلاص أي شوية هوا حطيت بيهم. فخلونا نتذكر دائما، على فكرة من الوفاء أن نتذكر حسن صنيع الآخرين، والإصرار على تحقيق هدفي، ولا أفكر في نتائج سيئة مثل لو ما تحقق ماذا سأفعل. كنا بنقوله دلوقتي، أنا أفكر النهاردة أنا بذاكر، فأنا بفكر في مذاكرتي وإن شاء الله ربنا هيكرمني، ما روحش بقى بدماغي طب لو ما تحققش، طب الناس هتقول إيه، طب إيه، ما تفكرش في كده. لو ما تحققش وقتها انت يعني الناس من الخوف في خوف ومن الهم في هم، انت هتشيل نفسك الهم من النهارده ليه؟ يعني لو ما فيش نصيب في شهر 7 والنتيجه بتظهر، خلي المشكله لـ7، هنعيشها من 12 ومن 8 لـ7 ليه؟ خليها لوقتها، خلينا دلوقتي نعيش بعزم وبتفاؤل وان شاء الله نوصل اللي احنا عايزينه. لكن حتى لو ما وصلناش يبقى ما زودناش الهم بالنسبه لنا وعشنا فتره هم قليله، بل اثق اني باذن الله ساصل اليه. الجمله دي مهمه قوي، باذن الله ساصل ليه؟ ده كان من ياسمين. تبعث الامل، علمتني الثقة بنفسي حتى أحقق ما أريد، أم معاذ. تعلمت أنه كلما زادت العثرات زادت ثقتي بأني على طريق النجاح. شوفوا الكلام الجميل بقى اللي بنطلع بيه. تعلمت
أنه كلما زادت العثرات زادت ثقتي بأنني على طريق النجاح، وكلما اشتد الحزن فأعلم أن الفرج قادم. تاني، تعلمت أنه كلما زادت العثرات زادت ثقتي بأني على طريق النجاح، وكلما اشتد الحزن فأعلم أن الفرج قادم. المغرب أم الشبلين. كان عندي امتحان وكان الوقت ضيق، وكنت بفكر إني هقسط، تجربة عملية هي، واتفرجت على حلقة بالرغم من كذا هعمل كذا. دي حلقة كنا قلنا فيها إن الناس لما بيكون في مواقف صعبة، داخل على امتحان ومش مذاكر كويس، داخل على انترفيو متهيأله إنه مش مستعد، عنده ظرف صعب من أي نوع، ففي ناس عملوا معنى بالرغم من كذا هيحصل كذا، بالرغم من الظروف الصعبة إن شاء الله هنجح، بالرغم من سخرية الآخرين هحقق اللي أنا عايزه، بالرغم من اعتراض الآخرين هوصل لما أريد، بالرغم من ضيق الوقت هحقق اللي أنا عايزه. والمعنى الحقيقة اتكرر كتير، أو ناس كتير بعته لنا إن المعنى ده أثر فيهم جدا، وإن كان قدامهم مشاكل كتير حاولوا يحفزوا نفسهم بمعنى بالرغم من، وكان عندهم ثقة إنهم هيتخطوا هذه الصعوبات، وبالفعل استطاعوا إن هم يتخطوها. فبتقول بالرغم من كذا هعمل كذا، وظللت أردد بالرغم من أن الوقت ضيق إن هي هتنجح وتحقق اللي هي عايزاه، وبالفعل الحمد لله نجحت وحققت اللي هي عايزاه. أم أحمد من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله والله بخير. الله يرضى عليك يا رب، الله يسعدك إن شاء الله. اللهم أمين، إحنا وأنت إن شاء الله. لو سمحت يا دكتور بدي رقم بتاعك ضروري ضروري، وإن وقت أتصل بك لأن أنا بدي إياك عشان مشكلة مع ابني. هو مش هحكيها على الهواء. خلاص حضرتك ان شاء الله رجعك كنترول، خد الرقم، وانا الارقام اللي من خارج مصر ما بتاخرش في الرد عليه، يعني حضرتك اتصلي في اي وقت لو انا فاضي هرد عليك مباشره ان شاء الله. ربنا يكرمك. حضرتك رجعك كنترول وادوها الرقم ان شاء الله. فبنقول بالرغم من، احنا يمكن هنعلق على بالرغم دي كاكثر من مره، لكن خلونا النهارده نسترجعها تاني. وكل واحد عنده ظرف صعب او وقت ضيق او مشكله او بيعمل حاجه كويسه بس الناس بيعترضوا عليها، خلونا النهارده نقف تاني وبنقول بالرغم من كذا سافعل كذا. خلونا نقولها وابعتوها لنا على صفحتنا على الفيس، سلطه خضراء واشرف شاهين، قلنا بالرغم من كذا هعمل كذا، ونواصل ونشتغل وان شاء الله هنعملها. وصدقوني يا جماعه حاجات كتير جدا 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 في الحياه الناس بيتخطوها بالعزم الصادق وبالاراده القويه وبتحدي الصعاب اللي هم موجودين فيها. فخلونا النهارده نقول بالرغم من كذا هعمل كذا. تعلمت ان احقق هدفي مهما مررت بضغوط ممن حولي، بالدعاء وحسن الظن بالله وبالاصرار والاجتهاد ساصل. حلو، حلو قوي. يعني الناس بيقولوا كلام كبير قوي على فكره. تعلمت ان احقق هدفي مهما مررت بضغوط من حولي. ازاي يا شيماء احمد؟ بالدعاء وحسن الظن بالله وبالاصرار والاجتهاد ساصل. صدقوني يا جماعه هذه حقيقه، دعاء وحسن ظن بالله واصرار واجتهاد نصل ان شاء الله الى ما نريد، مهما كانت بقى ضغوط اللي حوالينا، اعتراضات اللي حوالينا. وعلى فكره يا جماعه ما فيش حد بينجح بدون ما يقابل ضغوط واعتراضات، مفيش اي حد بينجح بدون ده. يعني ودايما كنت انا اقول ايه في البدايه؟ يسخرون. لو انت بتقول فكره جديده مش معتاده، ما انت بتقول حاجه مش هم برضو معذورين على فكره يا جماعه. يعني اللي هو تفكيره مش واسع زيك، او طموحه مش كبير زيك، او اماله مش عريضه زيك، او ثقته مش كبيره زيك، الطبيعي انت هتقول كلام بالنسبه له غريب، غريب قوي. في البدايه يسخرون. ممكن الناس لما يلاقوا اللي حواليهم بيسخروا يسكتوا وما يتحركوش، وبالتالي يبقى انتهى الموضوع على كده. لكن في ناس لا، رغم السخرية بتستمر. في البداية يسخرون ثم يشاهدون. ايه ده؟ ده ماشي، ده بيتحرك، ده سخريتنا ما جابتش نتيجة، ده شكله بيتكلم جد. ثم يشاهدون ثم يصمتون. في ايه؟ ايه الجدع ده بيعمل ايه؟ ثم يصمتون ثم يعجبون. ده قدر، ايه ده؟ احنا كنا بنقول مش هيقدر، قدر، ده قدر. ثم يعجبون ثم يؤيدون. هنعلق لكن معانا اتصال من البحر الاحمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت فاتن اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. لو سمحت انا معايا مشكله في حياتي الزوجيه. بس مش عارفه يعني مشكلة هي كبيرة يعني أنا وصلت للطلاق وكده، بس مش عارفة يعني أعمل إيه ومش عارفة أتصرف إزاي. الأمور تعقدت معايا بشكل كبير، أنا مش هقدر أشرح لحضرتك طبعا. يا ريت حضرتك تديني رقم تليفون عشان حضرتك ممكن ترجع لي الكنترول. حضرتك ارجع لي الكنترول، خد الرقم إن شاء الله. ملحوظة يا جماعة بس بعد إذنكم، في حالة إن طبعا الوقت أحيانا بيبقى ضيق للرد على الاتصالات عشان بس ما حدش يزعل مننا،
احيانا بتيجي اتصالات كتير قوي والواحد بيبقى مشغول بيعمل حاجه بيشتغل في حاجه فمش دايما بستطيع ان انا ارد. ففي وسيله اخرى للتواصل عن طريق الصفحه الشخصيه اشرف شاهين، الرسائل الخاصه على الصفحه ابعتوا الرسائل، رسائل انا الوحيد اللي بشوفها وانا اللي برد عليها. فلو دخلتوا على صفحه اشرف شاهين وهي دي الصفحه الشخصيه الخاصه بيا هتلاقوا الرسائل، ابعتوا على الرسائل وانا برد عليها ان شاء الله. ومحدش يزعل لو انا ما قدرتش ارد بالفعل، انا اتمنى ان انا استطيع ارد على كل اللي بيتصل، لكن كثره الاتصالات ومع كثره المشاغل وضيق الوقت الحقيقه ما بتمكنش الواحد من الرد على طول. فرجاء محدش يزعل لو ما ردناش عليه، وفي نفس الوقت دي وسيله اخرى وانا ان شاء الله برد في خلال 48 ساعه او 72 ساعه على هذه الرسائل، فعشان بس يبقى فيه اكتر من طريقه للوصول ان شاء الله ومحدش يزعل مننا. نرجع تاني، تعلمت من البرنامج حسن الظن بالآخرين. الدروس بتختلف اهي، حسن الظن بالآخرين، وكانت مشكلتي مشكلة ثقة خاصة في زميلاتي ولكن الحمد لله تغلبت على ذلك. مها محمد السيد شبرمان، ده الحقيقة معنى مهم قوي قوي قوي، لأن كتير مننا يا جماعة ضعف ثقته بالآخرين، مش مصدق حد، مش واثق في حد، الناس كلها بقت وحشة، الناس كلها مش كويسة، فبالتالي هو مش قادر يعيش. ما هو هيعيش ازاي وما فيش حد كويس في الدنيا الا هو؟ ما خد بالك يا جماعه الموضوع ده احيانا بينطوي على شيء من غرور. يعني ايه؟ ما هو يعني كل الناس وحشه وكلهم مش اهل ثقه، يعني خلاص يعني مش فاضل اللي انا كده لوحدي، انا اللي اهل ثقه وانا اللي كويس؟ لا، ده بينطوي احيانا على جزء من غرور، بينطوي احيانا على جزء من ضعف الثقه بالنفس. تخيلوا اللي ضعيف الثقه بالنفس ما بيثقش في الاخرين، هو اساسا مش واثق من نفسه، هيثق في الاخرين ازاي؟ فالحقيقة ده بيخلي الواحد لا قادر يتكلم مع حد ولا قادر يحكي مع حد. طبعا برضو نرجع نقول تاني، فكر قبل أن تثق. أنا ضد الثقة التامة في أي حد، أي حد يقابلني ويتكلم معي أثق فيه، لا ده مرفوض. فكر قبل أن تثق، لكن لابد أن تثق، ولابد أن تتعود على التماس الأعذار للآخرين، ولابد أن تحسن الظن بالآخرين ما لم يثبتوا أو ما لم يصدر منهم ما يجعلهم مستحقين لغير ذلك. منكم هو يصدر منهم اللي يخليه فعلا مش مستحق للثقة خلاص. لكن يا جماعة لابد ان احنا نتأمل هذا المعنى، حسن الظن بالآخرين، وكانت مشكلتي مشكلة ثقة خاصة في زميلاتي ولكن الحمد لله تغلبت على ذلك. معنا سؤال يعني بصراحة مطلقة، انا دائما أنانية وأحب نفسي وأريد ذلك من الجميع أن يفردوني بحبهم، وإذا ما أحسست بغير ذلك أكاد أصاب بأزمات نفسية، أرجو من البرنامج مناقشة ذلك وكيف يمكنني التغلب على ذلك. احنا ان شاء الله هنتناول الموضوع ده وبالتفصيل، الموضوع كبير قوي، لكن احنا مبدئيا بدايه العلاج حضرتك قمتي بيه ان انت حاسه بالمشكله، وده بدايه العلاج ان انا احس بالمشكله. الخطوه الثانيه ان انا عندي يبقى عندي اراده الحل، لا دي مشكله كبيره وعندي اراده الحل. النقطه الثالثه تكلف عكس الصفه. يعني ايه تكلف عكس الصفه؟ يعني لو حضرتك مثلا بتحاولي تقولي كلام مش كويس في حق حد، لو حسيت الناس بيحبوا شخص معين فبتقولي كلام مش كويس في حقه عشان تقللي من حبهم، لان ده كتير بيحصل، الصفه دي بتجيب ده، فلا هنقول عنه كلام طيب. يعني تعلمي ان تتكلمي عن الناس بالخير، تعلمي ان تبتسمي في وجوه الاخرين، تعلمي عند الثناء على الاخرين ان تبتسمي، كل ده حتى غصب عنك، انت انا عارف من جوه بتغلي، ده مش انت مش عايزه كده، لكن لما بنعمل عكس ما نريد مع الوقت بيبدا يتحول هذا التصرف الى جزء من السلوك فيتغير السلوك. يبقى حضرتك عندك الرغبه، عندك الاصرار، عندك افعالي عكس ما تفكري فيه. انت بتفكري تتكلمي وحش عن حد، بتفكري تبقي متضايقه وانت قاعده هم بيتكلموا عن حد كويس، افعالي عكس ذلك. هتجد ان شاء الله ان الموضوع خطوه بخطوه بينسحب. الامر الثالث كان الناس قالوا حاجه جميل قوي، ادعي لمن تكره او لمن يعني الشخص اللي تكلموا عنه كويس وانت مش حابب كلامه عنه كويس ادعي له، ده بيبدا يسحب بعض الرصيد النفسي السيء اللي موجود داخل القلب، وان شاء الله ربنا ينقي صدرك من هذه الصفه الكئيبه لانها صفه سيئه جدا لكن كثيرين استطاعوا التخلص منها. تعلمت من البرنامج التفاؤل والا تفارق البسمه حياتي لان الحياه لا تستحق النكد او الاكتئاب. محمد سعد، هي فعلا مش لا تستحق، لكن لا تستحق ان نعطي المشكلات فيها اكثر من حقها. كل مشكله ان شاء الله ليها حل، والنكد والاكتئاب ما بيحلوش حاجه، لكن السعي والبذل والامل والتفاؤل والاصرار والدعاء هم اللي بيحلوا المشكله. فزي ما قلنا دايما الحياه قصيره فلا تقصروها اكثر. النكد والاكتئاب والهم صدقوني بيأثروا، حتى مش هنقول بيأثروا العمر، وان كان في دراسات بتقول كده والاعمار بيدها طبعا، لكن على الاقل بيأثروا احساسك بالحياه. انت مش حاسس بالحياه لانك عايش في نكد دائم، في اكتئاب دائم، في ضيق دائم، في توتر دائم، فتحس ان الحياه عماله تنسحب منك، وصلت لسن معين وانت لم تشعر بالسعاده اطلاقا. الحقيقه احنا اللي بنبقى عملنا في نفسنا كده، لان احنا ما اديناش نفسنا حقها من الاستمتاع، من السعاده، من الفرحه، من البهجه، فبالتالي بنضيع حياتنا
بهذا الشكل. ده كان محمد سعد. التعامل ببساطة ومرح مع المشكلات تهون. يعني ما نتعامل مع المشكلات ببساطة ان احنا بنحاول في مشكلة في مشكلة. يعني احنا قلنا قبل كده الحياة سلسلة من المشكلات. فهل تريد النواح بشأنها ام ايجاد حل لها؟ انت نفسك في ايه؟ في مشكلات في مشكلة. وما فيش حد ما عندوش مشكلات. بس انت عايز تتعامل مع المشكلات دي ازاي؟ عايز تقعد تنوح على المشكلات واصلا انا في ولا عايز حل؟ لما بنبدأ نتعامل مع المشكلات بفكرة البحث عن حل، وكمان البحث عن الحل ده يكون ببساطة وهدوء وتفكير، بنجد ان المشكلات بإذن الله بتهون وبتحل. ده زينب محمد. نحب البرنامج ونريد ان نتعلم منه الكثير. في حاجة طلب، عايزين نتعلم نصرة اهلينا في كل مكان، وازاي احنا نتفائل واخواننا بيقتلوا في كل مكان. ده سؤال. الحقيقة ان احنا ننصر اهلينا ده اصل، احنا مطالبين جميعا بنصرة اهلينا في كل مكان. اما التفاؤل واخواننا يقتلوا، يا جماعه التفاؤل يظهر دايما، بنقول كده الصفه الطيبه تظهر في المواقف الصعبه. لو انا مستني ان انا اتفائل والظروف طيبه، ما انا منطقي ده انا ما بقاش سوي لو انا ما تفائلتش والظروف طيبه. لكن الجمال والحلاوه ان انا اتفائل والظروف صعبه. ان شاء الله هتتحل، ان شاء الله ربنا هينصرهم، ان شاء الله ربنا هيفرج كربهم وكربنا. لما نتعامل بهذا المنطق وبهذه الروح، ان شاء الله بنجد ان المشكلات اللي احنا بنعاني منها تتحل بشكل مباشر باذن الله. فإن شاء الله هنتكلم عن نصرة أهلينا باستمرار، لكن في نفس الوقت مش عايزين أي داعي أو أي سبب يخلينا نفقد روح التفاؤل والأمل. إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله، القادم أفضل. الحقيقة من الرسائل الجميلة اللي جات لنا من أختنا سارة، كانت بتقدم وصفة للبرنامج، فكانت بتقول وصفة البرنامج قطعة تفاؤل زائد قطعتين ثقة بالنفس زائد 3 قطع ابتسامة زائد 4 قطع تسامح زائد قطعة من الحب. مش عارف هي مسكت ايديها في الحب قوي ليه كده، ده احنا محتاجين منه قطعة كتير قوي قوي قوي، زائد قطعة من الحب. وبعدين تقريبا حست انها اديت التفاؤل مساحة قليلة، فرجعت تقول ملحوظة كمية التفاؤل على حسب الرغبة. فاحنا احنا بنتكلم في صلاة خضرة وطبق اليوم، هي قدمت لنا طبق، هنقول بقى فيه كم قطعة تفاؤل زائد كم قطعة ثقة بالنفس، قطعة ابتسامة، مجموعة من قطع الابتسام، مجموعة من قطع التسامح، مجموعة من قطع الحب. الحقيقة الوصفة دي اللي بتتقدم دي الحقيقة وصفة قادرة بإذن الله على أنها تغير من شكل الحياة. تفاؤل، ثقة، ابتسامة، تسامح، حب، الحياة بالفعل تتغير تماما تماما تماما. الحقيقة معنا مجموعة كبيرة من الرسائل هنتكلم عنها وهنشوف رسائلنا على الفيس، لكن خلونا نرد على الأسئلة اللي جات لنا النهاردة الأول ونستكمل استقبال الاتصالات إن شاء الله. أختنا اللي قالت إن هي سعيدة جدا وبتدعو ربنا ان هو يرزقها بالذريه الصالحه، احنا كلنا ندعو معاها ان شاء الله ان ربنا ان شاء الله يكرمها ويرزقها بالذريه الصالحه، وننتظر منها ان شاء الله اتصال تطمئن على هذا الامر. بالليل بتحس ان هي هتموت وبتبقى قلقانه وما بتنامش. اولا ما تناميش الا لو انت تعبانه، يعني عشان ما تسمحيش لنفسك بالفكر، وقولي اذكار ما قبل النوم، ان شاء الله هتلاقي نفسك هديت وترضي الافكار دي عن ذهنك. ما فيش حد بيموت بالفكره، يعني انا حاسه ان انا ما فيش حد بيموت كده، فحضرتك ما تناميش الا وانت يعني حاسه انك خلاص هتنامي، يعني مرهقه لدرجه انك هتنامي، وبعد كده حضرتك تقولي اذكار النوم وتطردي هذا الخطر عن ذهنك، ان شاء الله هتجد الامر ده مش موجود نهائيا. اختنا من الامارات اللي بنشكرها على كلامها الطيب، ويعني الحقيقه يعني هي بكلماتها ان البرنامج يمس شغاف القلب، الحقيقه هي اللي يعني مست بكلماتها شغاف قلب الواحد، هي بتتكلم هذا الكلام والواحد يعني سعد جدا بهذا الامر. وان شاء الله طلبها بان احنا ننزل للناس. الحقيقه في بدايه البرنامج كنا بنعمل كده، كنا بنعمل تقارير كتير في الخارج، وان شاء الله الفتره اللي قادمه هنعيد ان شاء الله ترتيبها، وهيكون في ان شاء الله لقاءات مع الناس في الشارع، وعلى فكره هيبقى في برضه استضافه لضيوف معانا هنا برضه من الشباب، الناس العاديين، مش نجوم ومش اشخاص مساهير، لكن ناس عاديين عشان نطبق اللي احنا بنقوله دوت على واقع حياة الناس مباشرة. وبنسأل الله أن يشفيها، هي بتسأل يعني هي بتدعو للناس كلها بالشفاء، وإحنا برضو هي بتعمل العمليات بتاعتها، إحنا كمان بندعو لها بالشفاء إن شاء الله، ومش هننساها من دعائنا، وإن شاء الله ربنا يعني يردها سليمة غانمة وتطمننا عليها بإذن الله. الطالبة اللي في ثانوية عامة وبرضو الأسئلة المتكررة، ما بتعرفش تذاكر إلا لما يكون حد قدامها، وبتحس إن هو ما ينفعش يذاكر إلا كده. اولا في ناس كده، في ناس يعني بيتشجعوا لما يكون حد موجود معاهم، لكن في نفس الوقت الاصل ان ما فيش حد موجود معاك، فحضرتك محتاجه حاجتين. في الاول تعاملي مع نفسك كانك بتشرحي لنفسك، يعني انت بتذاكري ذاكري بصوت وتكلمي كان في حد قدامك بتشرحي له، فتره في فتره هتلاقي نفسك اتعودتي انك ما تذاكريش وفي حد قدامك. فرقم واحد اصرفي الفكره دي عن دماغك خالص، لا انت تعرفي تذاكري وما فيش حد موجود، ايوه تعرفي. رقم اتنين كخطوه للحل في البدايه وانت بتشتغلي، ابداي حلي اتكلمي مع نفسك كان في حد قدامك بتشرحي له،
عيش الجو دوت، عيش الجو ان في حد موجود وانت بتشرحي له، مره في مره هتلاقي نفسك بتتعودي تشتغلي لوحدك. في نفس الوقت استخدمي الحل كتير، لان الحل بيبقى فيه روح مختلفه عن القرايه، فلما تحلي وتصححي ده برضو هيديك روح مختلفه. الاهم من ده انك تعرفي مفيش وقت، مفيش وقت بقى الفكره اصلا ما اعرفش اذاكر لو حد قدامي، لا بذاكر مش حد قدامي، لا في وقت ان شاء الله، مفيش وقت للكلام ده، الوقت النهارده متاح فقط لان حضرتك تشتغلي وتشتغلي وتشتغلي عشان ان شاء الله نوصل للنتائج المرجوه باذن الله. اخونا محمد من القاهره، السلام عليكم. محمد من القاهره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله ربنا يكرمك. والله انا نفسي حضرتك تعيد لنا حلقه كان فيها شعر شمو الدخ، وانا اعتقد عن 16 سنه حضرتك شدتني للبرنامج جدا، ومشكورك جدا على برنامج حضرتك المفيد جدا يعني لينا، وعلمنا التفاؤل والتسامح حاجات كتير جدا، وحل مشاكل كتير جدا يعني في مشاكلنا في الحياه. برنامج شكرا جدا على البرنامج المتنوع ده اللي شد شباب زي اللي يعني. ربنا يكرمك يا محمد، جزاك الله خير يا اخي. هو احنا في اكتر من حلقه طلب اعادتهم، يعني الموضوع ده احنا نبحثه مع الاداره ازاي نقدر نوفق الامر ده، هل نقول الفقرات المطلوبه دي مره اخرى، ولا نعمل ناخد لقطات كده من الحلقات نعيدها. ان شاء الله هنراجعها مع اداره القناه ونشوف ايه المتاح ونعمله. هيبقى ان شاء الله حاجه من اتنين، اما هنعيد الفقرات دي هنقولها لحضراتكم مره اخرى عشان اولا اللي ما شافوهاش او اللي حابين يشوفوها مره اخرى، او ان احنا ناخد اللقطات دي نعمل منها حلقات مجمعه كده الحاجات المطلوبه ونعرضها على حضراتكم. فيا ريت برضه حضراتكم سواء بالرسائل القصيره على القناه ودي اللي احنا بنقولها باستمرار في الحلقه، او على صفحتنا على الفيسبوك سلطه خضراء او اشرف شاهين، اكتبوا لنا لو في حاجه انتم عايزيننا نعيدها لحضراتكم او نقولها تاني اكتبوها لنا، احنا محتاجين اعاده كذا او كذا او كذا، وان شاء الله هنجد حل ان احنا نقدمها لحضراتكم سواء للي ما شافوهاش خالص او للي شافوها ومحتاجين يشوفوها مره اخرى. طيب نروح بقى لرسائلنا اللي جات لنا على الفيس، احنا كده رضينا على التساؤلات اللي جت، وفي انتظار ان شاء الله اتصالات حضراتكم عشان نرد عليها اول باول. الحقيقه احنا جالنا يعني على الفيس كان كتير قوي لدرجه ان احنا صعب ان احنا نقوله كله، لكن برضو ان شاء الله الحلقه القادمه هنجمع اهم الكلمات اللي الناس اختاروها. يعني انا كان نفسي اختار كلمات يعني انا حاسس ان هي مهمه بالحلقات سواء اللي في الاول او في الاخر، لكن هناخد المره اللي جايه ان شاء الله الكلمات المهمه قوي قوي اللي الناس اختاروها، ودي ان شاء الله هيبقى لها دفعه قويه سواء للي ما شافوهاش اصلا في الحلقات او للي شافوها واثرت فيهم، فهنستعيدها معاهم مره اخرى، هنستجمع الكلام ده ان شاء الله الحلقه القادمه. لكن نستقبل اتصال. عبد الرحمن الدقهليه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، اهلا بيك. الحمد لله، الله يخليك. انا ان شاء الله انا في ثانويه. طب ممكن تعالي اصفك شويه عبد الرحمن بعد اذنك؟ ماشي. حاضر. انا في ثانويه عامه وكنت في اولى ثانوي، كنت يعني بذاكر اجمد ما انا كنت في ثانيه ثانوي، مش عارف بقى اتحسدت ولا عملت ايه حضرتك يعني، عاوز ودلوقتي يعني كنت في اولى كنت بغير على مذاكرتي قوي، مش عارف دلوقتي بقى مش عارف اذاكر، حتى لما اجي اذاكر احس ان انا جسمي خامل كده ومش عارف اعمل ايه حضرتك يعني، يا ريت حضرتك تشوف لي حاجه ان شاء الله. حاضر. طيب معانا ام احمد من المنيا، السلام عليكم. معاك ان شاء الله. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا صحه يا دكتور. الحمد لله ربنا يخليك. عندي مشكله. اتفضلي. انا معايا اثنين شباب من الثانويه العامه. نعم. حضرتك استاذ حاج وطي صوت التلفزيون، حضرتك بس وطي صوت التلفزيون بعد اذنك. حاضر ان شاء الله. ان شاء الله. فتعبانه معاهم جدا وعصبيه طبعا جدا معاهم، وابوهم مسافر يعني مش في البيت. مسافر. فعايزه باي طريقه ان انا اكسبهم، مش قادره حضرتك. عايز ايه حضرتك؟ مش عايزه اكسبهم يعني عصبيه عليهم، بس احمل اي تصرف منهم. نعم. العدسية عدسية جدا، قول له اعمل ايه يا دكتور. حاضر. حضرتك ان شاء الله. احمد الدقهليه، السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك السلام. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل. اتفضل. انا بتعصب كتير وما بستحملش اي حاجه. حاضر. حاضر. حاجه تاني؟ طيب نرد على الاسئله اللي عندنا. اولا بالنسبه اللي بيغير على لما كان في اولى ثانوي كان بيغير على المذاكره، وفي ثانيه ثانوي مش قادر يشتغل وحاسس ان هو خامل، فهل هو محسود او مش محسود؟ لا ان شاء الله انت مش محسود،
يعني خلينا بس نشيل الفكره بتاعت انك انت محسود دي، عشان انت لو فضلت حاطط ده في ذهنك خلاص. يعني عاده ما حدش بيحسد حد على اولى ثانوي، يعني ما اعتقدش حتى ان حد يعرف انت عملت ايه في اولى ثانوي ولا خدت ايه في اولى ثانوي. فيعني شيل الفكره دي من دماغك مبدئيا، فكره انك انت محسود دي شيلها من دماغك. الفكره كلها ان انت محتاج تشتغل، فهنشيل الفكره دي من دماغنا، ده رقم واحد. ورقم اتنين، حاله الخمول اللي عندك محتاج انك تنشط نفسك بحاجتين. الحاجه الاولى انك تذكر نفسك باللي انت نفسك تعمله. احنا عايزين نستحضر يوم النتيجه ده، دايما نقول النهايه قبل البدايه. يوم النتيجه واحساسك وانت محقق اللي انت عايزه، مش احساسك وانت مش محقق، لا احساسك وانت محقق اللي انت عايزه، والسعاده اللي موجوده عندك، والسعاده اللي موجوده عند اهلك، والسعاده اللي موجوده عند المحيطين بيك، صدقني ده ممكن يديك دفعه قويه جدا. فانت محتاج تعمل اعاده تنشيط لاهدافك، اعاده تذكير لنفسك بايه اللي انت هتوصل له ان شاء الله لما تشتغل بجديه الفتره اللي جايه. النقطه الثالثه انك انت تحط لنفسك خطه محدده لكل يوم، وتحط قدامك بس المواد اللي انت هتشتغل فيها، وما تبقاش مواد كتير، يوميا مادتين او ثلاثه كبدايه، وتحطهم قدامك وتبدا تشتغل. والاهم من كده انك تقاوم احساس انك مش عايز تشتغل. ان شاء الله لما تبدا تتحرك، دايما كنا بنقول عقبه الاربع دقائق. يعني ايه عقبه الاربع دقائق؟ يقولك دايما يعني الشروع في البدء هو اصعب خطوات العمل. لاحظ انك عايز تبدا، اصل انا كسلان، اصل انا ماليش مزاج، اصل انا خايف، فعملوها عقبه البدء، وقالك اعمل نظام الاربع دقائق. يعني انا هشتغل اربع دقائق وبعد كده اشوف ايه اللي هيحصل. فبتلاقي اربع دقائق بيجيبوا اربع دقائق، بيجيبوا ساعه ساعتين وهكذا. فتخطى عقبه البدء، فعقبه الشروع في البدء دي لازم هبدا. متضايق بقى، قرفان، خامل، لا انا هشتغل. فانت ان شاء الله مش محسود، ان شاء الله تذكر انت عايز توصل لايه، ابدا مباشره بدون تردد، تخطى عقبه البدء، ان شاء الله هتبشرنا باخبار كويسه جدا. السؤالين اللي عندنا اتنين قريبين من بعض، اللي هي العصبيه الزايده، سواء اللي هي بتتعصب على اولادها او بيتعصب كتير ما بيستحملش اي حاجه. رقم واحد، احنا هنتعامل مع ان شاء الله ان دي مشكله لها حل، مفيش مشكله ملهاش حل. رقم اتنين، ان احنا هنحاول قدر الامكان نبتعد عن المواقف اللي بيحصل فيها عصبيه. طب المواقف حصلت وهتعصب، ممكن تأجل الحوار، طب ننتظر خمس دقايق. الكلام ده انا عارف انه صعب على فكرة، انا مش بقول هو سهل، بس فعلا جرب. وما فيش صفة سيئة بنتخلص منها الا واحنا بنبذل بعض الجهد. صفات الطباع يا جماعة مش محتاجة علاج، ما فيش برشامة هناخدها فهتحول من يائس لمتفائل، اتحول من عصبي لهادئ، ما فيش. اللي مطلوب جهد بشري، وطالما بتخلص من صفة يبقى بد عندي استعداد للتعب، ان انا هبذل مجهود عشان اتخلص من الصفه دي. وخاصه احنا خلاص، احنا زهقانين من نفسنا من الصفات دي، وبالتالي لابد ان احنا نستحضر خسائرها الاول. ايه خسائر العصبيه؟ هتخسر الناس، هتخسر اعصابك، هتخسر صحتك، هتخسر عملك، هتخسر كل القضايا اللي بتدخلها. من يفقد اعصابه يخسر قضيته، كل حاجه هتبقى سيئه اجتماعيا ومهنيا، كل حاجه هتبقى سيئه. الام دي هتخسر ولادها، انت هتخسر اصدقائك وعملك. فلا، احنا قدام مشكله لابد من حلها مهما كان الثمن. يبقى هنحاول نبتعد عن مواقف العصبية. لو تواجدنا في موقف فيه عصبية هنحاول ما نتكلمش إلا لما نهدى. معلش يا جماعة لو سمحت نأجل الحوار ده خمس دقايق، طب عشر دقايق ونتكمل. تتحرك من مكانك، تغير وضعك، تتوضى، تعمل أي حاجة تغير بيها من الوضع اللي انت موجود فيه. فقرار بتأجيل الحوار، تغيير الوضع اللي انت موجود فيه، الوضوء، دي كلها حاجات. ومش هيحصل من مرة واحدة، مرة هتقدر ومرة مش هتقدر. الانتصار في المواقف الضعيفة، يعني في مواقف تبقى عصبية قوي كبيرة ممكن ما تنتصرش فيها في الاول، لكن في مواقف صغيره. احنا في ناس والله على العظيم يا جماعه بيتعصبوا على اي حاجه واقل حاجه، هو ماشي كده. يعني بيقولوا في ناس عندنا ايه، بيخانق دبان وشه، وانا مش عارف يعني ايه دبان وشه بصراحه، او يعني ايه بيخانق. المهم يعني ايه، احنا مش عايزين نخانق دبان وشنا. فانت لا، هنهدأ، احنا هناخد قرار بان احنا هنهدأ، هناخد قرار بان احنا نتعامل مع المشكله اللي احنا فيها، هناخد قرار بان احنا نتعب شويه. المواطن اللي بيجي فيها عصبيه هنبعد عنها. في موقف وخلاص هنتعصب، يبقى خلاص هبدا اغير وضعي، ههدى شويه، هاجل الحوار. طب اتعصبت، قلنا قبل كده ان واحد جه بيسال واحد بيقول له اوصني، قال لا تغضب، ما تغضبش. قال لا استطيع، ما اقدرش، انا ما اقدرش، ما اغضبش، هغضب. قال فان لم تستطع فامسك لسانك ويدك. يعني اتعصب يعني ايه؟ مش عارف يعني اعمل الحركات دي، اوكي مفيش مانع، لكن امسك لسانك ويدك. يعني ما تسبش، ما تشتمش، ما تضربش، امسك لسانك ويدك. اتعصب واعمل شويه حركات كده ماشي، هنسامح بيها في البدايه، لكن احذر ان تهين، ان تقبح، ان تخطئ، ان تسب، ان تلعن، ان تشتم، ان تضرب، احذر ده. وبعد ما تهدى ان شاء الله هتجد الامور بتهدى خالص. دي وسائل سريعه، طبعا الموضوع ده كبير، لكن دي وسائل سريعه للتخلص من العصبيه. ويعني اللي عندها اولاد في ثانيه ثانوي والوالد مش موجود، انا عارف ان المسؤوليه صعبه، يعني انا مقدر هذا الامر. الولدين في ثانيه ثانوي والاب مش موجود، وطبعا الناس كلها محملها مسؤوليه النتيجه والاب محملها مسؤوليه النتيجه، فانا عارف ان الضغط العصبي كبير عليها. لكن الحقيقه الامر محتاج منك شيء من الهدوء،
شيء من الاستعانة بالله، شيء من الصبر، شيء من احتواء الأولاد دول والتعامل معهم بشكل أفضل، لأن العصبية الحقيقة مع هذا السن ومع عدم وجود الأب لن تجدي نفعا، نتائجها هتبقى ضارة جدا. فأتمنى أنك أنت تتخلصي من هذه الصفة إن شاء الله. بالنسبة بقى زي ما اتفقنا أن احنا إن شاء الله الحلقة القادمة هيبقى معانا، هنعرض أهم الكلمات اللي قيلت على مدار العام، هنعرض الكلمات اللي حضرتك اخترتوها، سواء اخترتوها على في رسائلكم على الفيس أو اللي هتبعتوها لنا إن شاء الله على الاسم هنا في القناة، أو هتبعتوها تاني على مدار هذا الأسبوع على صفحتنا سلطة خضراء أو أشرف شاهين، بحيث يهمني قوي قوي إن احنا نقفل السنة قبل ما ندخل في السنة الجديدة بإن احنا نسترجع مع بعض أهم ما قلناه. إن شاء الله هتبقى حلقة إن شاء الله تكون مهمة جدا، تحفيزية جدا، نطلع بيها بحاجات كتير إن شاء الله تحركنا لقدام بشكل كبير. طبعا انا مش هقدر كل الكلمات اللي جات لنا على الفيس، انا مش هقدر اعرضها كلها لانها كتير قوي، لكن زي ما قلنا هنختار الحلقه القادمه وربما الوقت يساعدنا النهارده نختار بعضها. لكن انا محتاج يعني اشكر الناس اللي بعتوا لنا كلهم، وهنحاول نقول اسماء بعضهم والحلقه القادمه نقول اسماء الباقين او اللي هيبعتوا لنا جديد. وبشكر في البدايه كل جروب اتعمل باسم سلطه خضراء، يعني في الحقيقه في جروب اسمه جروب سلطه خضراء، في جروب اسمه محبي برنامج سلطه خضراء مع دكتور اشرف شاهين. الحقيقه انا بشكر يعني كل اللي عاملين جروب او صفحه، بشكرهم جدا 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 ان هم ياخدوا من وقتهم وجهدهم عشان يعملوا هذا الامر. وانا الحقيقه بتابع الصفحات اللي بهذا النوع، والحقيقه ببقى سعيد قوي لما تكون الصفحه بالفعل تخص البرنامج، يعني مش حد خد الاسم وبيعمل بيه اي حاجه تانية. الحقيقه لما يكون طبعا حط مواد تانية بس بيبقى الاصل عندهم هو البرنامج، ببقى سعيد قوي بالامر دوت وسعيد بكل المشاركات اللي موجوده فيها. فانا بشكرهم جدا 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 واتمنى لهم التوفيق، واتمنى ان شاء الله ان احنا نكون على قدر حسن الظن منهم فينا ونقدم لهم الشيء ان شاء الله اللي يسعدهم ويسرهم. معانا الحقيقه اسماء كتير قوي بعتت لنا رسائل، احنا زي ما قلنا احنا بنقول بشكل كامل الرسائل اللي بتيجي هنا على القناه لان ده حق اللي بيجي رسائله على القناه، اما اللي بيجي على الفيس فبنحاول نجمع اسماء، نجمع بعض الحاجات وبنقولها مع بعض ان شاء الله. والحقيقه طبعا في اسامي، الحقيقه طبعا على الفيس معروف ان مش كل الاسماء بتكون اسماء حقيقيه، فانا مش كل الاسامي بعرف اقراها زي ما هي، حتى في اسماء ببقى محتار فيها، لكن هنقول سريعا مجموعه اسماء وبرضه بنستقبل اتصالات حضراتكم واحنا ماشيين. كوتي كاتي، ميدو سمير، اروى محمد، رحاب ماروني برضه انا مش عارف اقراه كويس، الاء الرحمن، بسمله محمد، ايمان الجسور، نور العفاسي، سونسون علي، علاء الجوكر، ايه ربيعه، راجيه رضا الله، نور الإسلام الكرام واسمها سارة، هناء رأفت، علياء الدوير، هشام مصطفى، محمد عمر، هدى جاد، جنة الفردوس، خالد امباير، يعني ايه امباير؟ يبقى قول الله يكرمك، ياسمين فلاور، ايمي هاني، الملاك الحائر، اذكر الله، أمة الله قناوي، أميرة سعيد، سعد روز العليب، أنا مش عارف أنا انطقها لكن هو سعد، مصطفى محمد أحمد، مصطفى فرغلي، ابدو بيدو أو أبدو بيدو مش عارف نطاها، عادل أنديل، نور إيويني، عبدالله عرابي، لبابة صالح، خليكم معايا عشان في واحد مختار لنفسه اسم عجيب قوي، محمد ريعو، إيمان رمزي، سارة الطريقي، عبد الكريم أساري، أمة الله، سيلينا، سمية علي، مودة سعد، دعاء محمد، منى أحمد، نور القرآن، نور الهدى، نور الحياة، شوية أنوار ورا بعض كده، ربنا ينور حياتنا كلنا يا رب، ووك تو ريمبر، أحمد المهدي، ريما مريم، إيمان لايف، سمية عادل، المتحبون في الله، محمد ضياء، أميرة نور، محمود عيسى، مريم إمام، مي حسين، ملك محمد، شوشو محمد، سامح بيومي، جانا علي، سمر الديب، أبو عبيدة، ندى صلاح، مسلمة مؤمنة، أماني، فجر الإسلام، هاجر محمد، نور الهدى، غادة خالد، ندى النهار، ميرو ريمو، إنجي السيد، الجوهرة محبة الرحمة، زينب الشبراوي، مهندسة تمتم نافال مريان، إذا كنت أنا قريتها صح، الصداقة حياة، منايا الجنة، إسراء سويلم، يلا مانو، إسراء أحمد، هبة روزة، عمر العزازي، أنا هخلي الاسم ده للآخر، إيمي عبد الله، أميرة أمين، دينا الشربيني، الولد الشقي، سارة، طه جمال، أمينة محمد، واللي مختار لنفسه اسم الفاشل فاشل، يعني أنا مش عارف إيه يعني هو يقصد نفسه مثلا ولا تقصد المعنى إن الفاشل فاشل، أنا يعني مش عارف يعني ليه الاسم ده الحقيقة، يا ريت يبعت لي تفسير
ليه اخترت الاسم ده؟ يعني ايه معناه؟ وهل انت يعني عايز تصف نفسك ولا عايز تصف المعنى ان الفاشل بيبقى فاشل؟ ما اكيد ان الفاشل فاشل يعني فياريت تفسر لنا المعنى ده. والحقيقه دايما يا جماعه انا بحب دايما في اسماء بتبقى جميله. يعني انا اتمنى ان انا واحد بيختار لنفسه اسم حركي، هنسميه اسم حركي على الفيس، يعني يا ريت يختار اسم فيه اسم حلو، يعني اسم فيه عزم، فيه قوه، يعني بحس ان لما تدخل صفحتك يعني ما تقوليش ادخل صفحه الفاشل فاشل، يعني ادخل اعمل فيها ايه؟ يعني نحسن اختيار. انا على فكره انا مش بسخر منه والله، ده الاسم عجبني واكيد هو وراه هدف منه، لكن انا بتكلم اجمالا مش عليه. يعني انا بدايه بشكره تماما على الاسم اللذيذ ده، وبشكره على مشاركته معانا على الصفحه باستمرار، لكن انا بتكلم على وانا بختار لنفسي اسم وعايز احط اسم حركي، يعني اختار اسم كويس يكون مختلف شويه، مش الفاشل فاشل، يعني مثلا تبقى الفاشل قوي، الفاشل جدا، يعني نختار حاجه تكون اشيك من الفاشل فاشل. فيعني اتمنى بس ان احنا نختار اسماء حتى لما نقراها تكون بتمثل بالنسبه لنا دافع قوي ان احنا نتحرك للامام، واحنا بنشوفها ان شاء الله. ناخد مع بعض الرسائل برضو، نحاول نشوف بعض الحاجات اللي احنا طلعنا بيها من البرنامج. وانا اخترت الحقيقه بعض الحاجات اللي اصحابها كانوا مركزين قوي قوي، يعني لدرجه ان هم فاكرين الكلمات كما هي. فهنقول بعض الحاجات اللي الناس اختاروها معانا. آية ربيعة بتقول بجد اتعلمت من حضرتك كل حاجة حلوة، وخاصة التفاؤل، شكرا لحضرتك. وبعدين بدأت تقول القيم اللي هي خرجت بيها، فكده تقول حب للآخرين، فهذا الحب زاد، وقيمة الوقت. ياه فعلا يا جماعة، إدركنا لقيمة الوقت أمر غاية في الخطورة. إدركنا هي الحياة إيه؟ الحياة وقت، الحياة ساعات، والساعات هي وقت. يعني دايما كنا نقول هل تحب الحياة؟ بتحب الحياة ولا لا؟ كلنا بنحبها، مفيش حد ما يحبهاش. إذن لا تضيع الوقت، لأن الوقت هو المادة التي صنعت منها الحياة. ففعلا الوقت ده حاجة خطيرة جدا. وقد إيه فعلا حب الآخرين والله يا جماعة زاد، يعني مش إحنا اللي بنقدم الحب للآخرين، لكن إحنا اللي بنزيد والله. حب الآخرين زاد، وقيمة الوقت والصبر. وأكثر جملتين لا أستطيع أن أنساهم، شوف هي فاكرة معنا إيه؟ مضيعة الوقت جريمة لا يعاقب عليها القانون. ومجموعة أبيات شعر لصلاح جاهين، يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر، أنا دقت من ده وده لقيت الصبر مر، بس لقيت الصبر مر بس عجبي، لقيت اليأس أمر وعجبي. بجد استفدت جدا جدا. تاني، يأسك وصبرك، لأن المعنى ده مهم قوي، يأسك وصبرك بين إيديك، أنت بإيدك تيأس أو تصبر، يأسك وصبرك بين إيديك وأنت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر، أنا دلوقتي من ده وده لقيت الصبر مر، الصبر مر ما فيش شك، لكن عجبي لقيت اليأس أمر وعجبي. الحقيقة المعنى ده مهم قوي ومحتاجين إن احنا نعيشه حتى لا يكون هناك يأس. الحقيقة الكلام كتير قوي وحاجات كتير، والجميل إن حصل تباين، يعني ناس مختارين فقرة من الحياة هي الأفضل عشان القصص الاجتماعية والإنسانية اللي موجودة فيها، ناس مختارين فقرة إحنا بنتغير عشان التحفيز اللي بيكون فيها، ناس مختارين تأملات عشان التنويع اللي بيكون فيها، ناس مختارين الحلقات اللي كان فيها تغيير في الشكل زي حلقة المصاصة لما طلعنا بالمصاصة في الحلقة وخدنا منها دروس، ناس مختارين الحاجات اللي كان فيها أبيات شعرية، ناس كتير اختاروا الحاجات اللي فيها شعر، وناس طلبوا مقيل في غزوة مؤتة ومقيل عن صاحب النقب. يعني الحقيقة مما أسعد الواحد في هذه الرسائل إن الرسائل كانت متباينة والاختيارات كانت متباينة، فالحمد لله ده أكد لنا إن فكرة السلطة إن تبقى فقرات خفيفة متنوعة إن شاء الله حققت الصدى بتاعها، وقدمت لنا إن شاء الله حاجات مختلفة واختيارات مختلفة بإذن الله، حكايات كتير ناس اختاروها، كلمات كتير ناس اختاروها. إن شاء الله زي ما قلنا في الحلقة القادمة هنبدأ نعيش مع مجموعة من الكلام، مش هنقول أسماء الناس، احنا هنشتغل على طول على الكلمات، هنقول بس الأسماء الجديدة اللي هي هتجينا خلال هذا الأسبوع سواء على رسائل القناة أو على سلطة خضراء أو الأشرف شاهين، وهنقول بقى حلقة هتبقى مهمة جدا، هنعيش مع بعض طول الحلقة في تذكر أهم الكلمات أو أهم الجمل اللي قيلت، ونتذكرها مع بعض ونحفز نفسنا ليها ونذكر نفسنا بيها عشان ندفع نفسنا للأمام. وفي نفس الوقت منتظرين مقترحات حضراتكم للعام الجديد. احنا طبعا في تصور كنا بدأنا ناخد بعض الفقرات منه، هنعلن احنا هنعمل ايه في العام الجديد، بس يا ريت حضرتك تقولنا آرائكم مقترحاتكم، محتاجين تشوفوا ايه المقترحات الجديدة اللي هتقدموها، وان شاء الله هتلاقونا بنقدم كل ما تريده بإذن الله تعالى. الحقيقة من ضمن الرسائل اللي جت، يعني في رسائل الحقيقة بتهز الواحد قوي، يعني في احد رسائل جاية من سوريا
وصاحب الرساله بيقول ان هو بيشتغل في التعليم وطبق الافكار اللي بتتقال في البرنامج مع الطلاب بتوعه وحققت نتائج جميله جدا. الواحد الحقيقه سعد جدا بهذه الرساله، لان فعلا يعني احنا زي ما قلنا كذا مره احنا مش جايين عشان نقول كلمتين كلام حلو والكلام كويس، احنا عايزين نحول الكلام ده الى عمل. كلام الحسن حسن وخير من الكلام معناه، وخير من معناه استعماله. عايزين نحول كل كلمه بنقولها هنا الى فعل. اذا عرفت ولم تفعل فانك لم تعرف بعد. احنا بنعرف عشان نفعل مش عشان يبقى عندنا معلومات. فانا ساعات كل رساله بتجي لي كم كبير من الرسائل جه بياكد على حلقه معينه كانت سر تغيير، او جمله معينه كانت سر تغيير، او حد زي اخونا اللي في سوريا نفذ الكلام ده مع الاولاد. الحقيقه دي الرسائل اللي بتسعد الواحد جدا جدا، لان بيشعر ان لهذا العمل اثر. فياريت كل حد حس بتغيير ما يقول لنا عليه، عشان ده ان شاء الله يكون تجارب للاخرين، لعل وعسى ان احنا ان شاء الله كلنا نستطيع ان نرتقي للامام ونتقدم للامام. رساله جميله قوي، يعني في ناس يبعتوا لي ان والدتي بتدعي لاخويا ان هو يكون زيك. الرساله دي بتهز الواحد قوي، ان شاء الله يكون احسن ويكون احسن بكثير قوي قوي قوي. يعني اتمنى لكل واحده بتتمنى ان ابنها يكون زيي، لا اتمنى ان هو يكون احسن، وان شاء الله يكون احسن. وما تعرفوش هذه الامنيه قد ايه بتهزني من جوه، وقد ايه بتحملني المسؤوليه كتير جدا 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 جدا. جات لي دعوه عجيبه قوي وهزتني قوي الحقيقه، ان كانت واحده بتقول لي ربنا يجعل حب الناس ليك من حب ربنا ليك. الحقيقه الدعوه دي كانت جميله قوي، حبيتها قوي. انا بشكر صاحبه هذه الدعوه، واتمنى ان ربنا يستجيبها ويكون حب الناس اولا، ان يرزقني حب الناس، وانا يكون حب الناس لي من حب الله لي. زي ما قلنا دايما حلقتنا بتنتهي بسرعه، انتظرونا الحلقه اللي جايه هيبقى فيها كلام كتير مهم قوي، يا ريت يبقى فيه ورقه وقلم، هنجمع تجميعات حلوه قوي مع بعض ونوصل لمعاني حلوه ونذكر بعضنا ونحمس بعضنا، ونتكلم كمان عن اللي احنا هنتناوله في الفتره اللي جايه من البرنامج ان شاء الله. يعني اترككم وربنا يعلم قدر الحب والود اللي احملهم في قلب حضراتكم، وقدر الرغبه في ان احنا كلنا نرتقي وكلنا نتقدم للامام افرادا وجماعات، وامتنا كلها ان شاء الله تتقدم للامام بكل الحب والود والامل. انتظركم ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس الموعد، الاثنين 6:30 مساء. والى ذلك الحين احبكم، احبكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداه.